صباح الخير، أنا لافيا مدربة لغة إنجليزية اختصاص بحري. اليوم حابة أحكي عن موضوع الاختصاص البحري حصرا بتعلم اللغة الإنجليزية ومهاراتها. هلأ أنا مدربة معتمدة من الـ STCW 78 وخصوصا تعديلات مانيلا لـ 2010. موضوع الإنجليزية البحرية موضوع كتير هام أو كتير لازم ينحكى فيه، لأنه لازم يأخذ أبعاد أكثر من هيك. موضوع الإنجليزية البحرية إلى مصطلحات معينة لتجنب سوء الاستخدام بين الطاقم، سوء استخدام اللغة بين الطاقم، بيصير في ميس كونكشن بين ذا كرو، بيكون في حدا بين الباكستاني والسوري والهندي، فاللغات بتكون كتير مختلفة. فأوجد الايمو الانترناشنال ماريتايم اورجانيزيشن أوجدت شيء اسمه SMCP اللي هي ستاندرد Maritime Communication Phrases، عبارات التواصل البحرية المعيارية اللي هي لغة مشتركة، لغة موحدة بيتعلموها كل البحار على متن الباخرة. إلى مراحل لازم أي حدا بيطلع على متن الباخرة يكون متعلم هاي اللغة، لازم يكون بيعرف الـ International Conventions اللي هي الاتفاقيات الدولية، لأنه كتير خطير اللي عم يصير اليوم. أي حدا بيطلع على متن الباخرة ما بيعرف قواعد دولية، كتير مشكلة، ما بيعرف لغة إنجليزية ولغة التواصل. هي لغة تواصل السفن التجارية، لغة تواصل العقود التجارية البحرية، لغة التواصل بين الطاقم. موضوع اللغة الإنجليزية البحرية هو موضوع يعني موضوع ما هو سهل أبداً، والاختصاص فيه أخذ معي وقت طويل. يعني بدك تكون somehow captain، إنه شوي تتعلم مصطلحات أخذها أنت من القباطنة. طبعاً اليوم لنقول إنجليزي عادي وإنجليزي بحري. الإنجليزي البحري بيختلف بتعابير معينة، مثل إنه مثلاً أنا بدي غير مساري رايحة باتجاه على اليمين، فنحن ما بنقول، بنقول مثلاً alter course to starboard or board side. So الستاربورد والبورد هي يمين ويسار بالهدون، يعني الشغلات البسيطة. هلأ لما بدك تيجي تتواصل أنت مع سفينة تانية في communications معينة كمان أنت لازم تعرفها. اليوم إذا تتواصل بين السفينة والشاطئ، كتير موضوع اللغة الإنجليزية مهم، برجع بأكد على هذا الموضوع. في نقطة كتير مهمة أنا حابة أحكي فيها، وهي لازم تعرف أنت القواعد التصادم. مثلا قواعد التصادم هي الكوليجن ريجوليشنز، هي القواعد التصادم. انت مثلا بدك تعلم باللغة الإنجليزية وبكل الأكاديميات البحرية تدرس باللغة الإنجليزية، الاستابيليتي اللي هي الاتزان كمان تدرس باللغة الإنجليزية. هلا هيدا يعني النقص واللي عم يصير اليوم، انه الناس بتروح على البحر بس بدها شهادة او الراتب. لا، البحر يعني موت، يعني اذا ما كنت بتعرف هاي المصطلحات، اذا ما كنت تعرف تتصرف صح، في يعني موت. وشايفين الحوادث الأخيرة اللي عم تصير. نتمنى من الكل يعني موضوع إعطاء الشهادات يكون شوي أبسط من هيك، يعملوا مراحل للطالب اللي يتخرج، لأنه يعني يعملوا اختبار لغة إنجليزية placement test قبل ما يفوت على الأكاديمية. طبعا أنا درست بالأكاديمية لثلاث سنوات على التوالي، وأسست لهم المناهج حسب الـ IMO Model Course.